راجل فوت عندي بهلا. ما مرت عجاج بنت عفرة. ولو كان بناتها أوادم مو مشرطين مثل ها. ماشي بس ما تروحي تحكي هالحكي قدام بنتها بتضل أمها. يعني وإذا سمعتني؟ عمتنا بديني؟ أنا بعرف إنساني فارد مثل المبرد ما بتخل جوا تمي جورية. نعم. وراء دور. أصلاً أنت هذا اللي شاطر فيه وراء دور. أمام سير. طالب حظي شو مستعد. دين أصلاً هذا اللي حاري لي قلبي. يا ميت أهلا وسهلا عمي بغصن تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. كان جاي معي أم غصن بس حصل طارق هيك وأحكي مشي حالي. بسيطة تفضل تفضل. يلا. يا ميت أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامة ولا عجل. الله يسلمك ارتاح ارتاح عمي أبو غصن. ليش هيك معذب حالك؟ ولو ما في شيء من واجبكم. كبر واجبك إن شاء الله. تسلمي الحمد لله على سلامتك يا عجاج. الله يسلمك. إن شاء الله سليمة وريتها أكبر المصايب. شو بدك تساوي هي حالة. شو ها؟ شو جاب حبر حج طبسين على رجلك؟ أنا أبو حبيب شو عرفني سأل مجبر شو اسمه؟ دودي. مرحبا. لك شو دخل المجبر بالنص؟ هو اللي جبر لي رجلي. وإذا أنا شفت مبارح عديلة نديم وقت نفض الألم على رجل مرت عمه. استر على عرضك عمي أبو غصن. استر على عرضك استر علي. ومو عيب لشوف. ومو عيب لشوف هذا مرت عمه كانت لابسته مبارح. لك شو يعني؟ رجلك مو مكسورة؟ لا ما فيها شيء، شو فيها؟ يا قل ايش عم تمسك؟ شو بعرفني؟ امك قالت لي اعمل هيك عملت هيك. وليش قالت لك اعمل هيك؟ شو بعرفني انا عبد المأمور؟ بسيطة. عمي ابو غصن خليك شرب فنجان قهوة. عمي ابو غصن ما بدي. يا عمي ابو غصن طول بالك. العجاج مرتي مرتي قطع قلبي ما باخذها. استر علينا الله يستر عليك. لا لا يا عفرة شو ما فيني نخوي انا بس فهميني فهميني انتو ليش عملتوا هيك؟ بدنا نحن نشتري فرن بروستي ونحطه بالمطعم ما معنا. لك طيب فهمينا انكشفنا وانكشفنا نحن ليش عملنا هيك؟ إلنا هالهدايا اللي بتجينا منبيعها ومنشتري فيها الفرن. يعني تسووا كسرتوا رجليكم مشان تشحتوا عليا. شبتنا نعمة؟ هاي شبتنا نعمة أبو غصن؟ جربنا نحن كل هالشغلات ما نفعت ولا شغلة، تدر علينا 50-60 ألف ليرة بالعشرة أيام غير هالشغلة. يا لطيف يا حفرة يا لطيف. لك شو بك سيدنا أنت عم تخبص؟ لك شو عم تخبص شو بقى؟ لا تقول عفرحات لا تقول عفرحات، هي مرتي هي مرتي. نيالك على هالمرة. أصلاً أنا ما بحسدك على شيء. غير على المراهي. حسدني. ست عفرة؟ نعم. إلي طلب صغير عندي. طلباتك أوامر. علي مبلغ شي 5000 ليرة دين. ولعم بقدر ردهم متدينة من وعد غليظ. وكل يوم على خري أمري عمي طالبني بالمصاري. إذا ما عندك مانع يا ست عفرة بتشحديني فردة جبصين لأشحد عليها؟ تكرم عينك بس بدك تمهلنا لبكرة لأنه لبينا ما نخلص شغل فيهم. لك يا هو شحدت الحكومة. مهما كان السبب مرت عمي مهما كان السبب ما بصير نغش العالم. هي اسمها ديماغوجية. هلا لا تعمل لي محاضرة. أنا جبتك بدل الآلة الحاسبة مشان ما أصرف بطاريات. نحن عنا هالفواكه حسب لي قديش بيطلع حقها ونقطة انتهى. حاسبهم 2400 ليرة حق الفواكه. أوف هلا كل شغلنا هاد على 2400 ليرة؟ لا الضربة الكبرى هون. عنا 65 صفات بالسوق كل واحد حقه 500 نحن بيعين بأربعة. يا كم؟ 65 × 400 26,000 2400 28,400 مرت عمي. لسه بقي عندها 22,000 لل50,000. معناها تخلوا عن فكرة البروستيت ما زبطت. ليش ما زبطت بعدي؟ أنا على السريع طالع 22,000. شو بدك تطالع يا أمي؟ لسه ما استعملت الجوكر شيتي. ومين الجوكر شيتك مرت عمي؟ ما عملت لك هيك؟ أنت وميسون. ليش أنا؟ انت مهندس وميسون دكتوره يعني بيجيكم زوار اكثر هدايا اجسام بيوم واحد كنت طالع شخصيتك. انا ما بوافق حتى لو شنقوني. ليش في مشنقه بتتحملها؟ عم تضحك. ما بقي غيرك صهري مشاني. مشاني صهري مشاني نبي قاعد النبي بس هالمره. حلو كل برسل.
بسطوا فيهم قدام دكانة أبو شهاب. إيه بدنا نضارب عليه. وبركض انزعل أبو شهاب. أي يزعل، أنا بدي إياه يزعل. لكان ينقف مننا 60,000 حق الفرن البروستيت. زق. خلص وجه وينك؟ حسك عينك التوية. المصاري ما بتستلمون انتو، المصاري بتستلمون هيفا. يا كان مرت عمي الحمار ما بيقع بالجورة مرتين. هداك الحمار اللي بيتعلم من اول مرة. يلا زين. انا اول مرة بخون مبادئ اليوم. معلش حبيبي، مرة على مرة شو بدنا نعمل؟ تعني مرة اذا حدا قالك مشاني لا ترد عليه. اللي بيمرق مرة بيمرق مرتين، واللي بيمرق مرتين بيمرق ثلاثة. بعرف انك خجلان من الناس، بس شو بدنا نساوي؟ حكم القوي على الضعيف. انا خجلان من حوالي اكثر شيء. مرحبا بالبوم. شبك انبرطم شبك؟ لخادمتك خدمة العمر انا. خدمة ايش؟ اعطيتك ميسون على العميان، ما اخذت منك النقلة. هي شيء وهي شيء، انا تخليت عن مبادئ مرت عمي. لك انت بالذات ما بصير تفتح تمك بكلمة، لهلا ما استفدت منك بقرش، لا حدا زاركم ولا حدا جاب لكم هدايا. امي وجع شو عملت؟ قلتي امي. خليها تحكي، خليها تحكي. حدا شافكم انتو جايين على الحارة؟ كل اهل الحارة شافونا فضيحة. لك القريضة، ليش ما حدا شق عليكم لهلا؟ صارت الساعة 12، القريضة طردكم. ايه؟ جماهيري بالحارة طلعت منوب، وأنا كنت أفكر حالي شغلي مهندس والعالم كلها تمشي وراي، طلع مالي جماهير بالمرة. شو عرفاك؟ صارت الساعة 12 وما حدا أجا قال لي الحمد لله على السلامة. الساعة 12 ونص كانت الحارة كلها زيارة العجاج، مع إنه عتال وصاحب سوابق. يو لك شو بكون؟ شو بلاقي رجعتوا؟ معناهم كلياتهم أمي السرية. أبو شهاب اشترى كل شيء منا. مو عجيبة إنه لحد هلا ما حدا شق على نبيل وميسون؟ ليش يا ترى؟ مين فاضي يجي مرت عمي؟ كل أهل الحارة رجليهم مكسرين ومجبصرين وقاعدين ببيوتهم. يكا ليش شو صاير زلزال بالليل بدون ما نحن؟ إيه صار زلزال مرت عمي. ما حسينا عليه. أبو شهاب عم بيع رجلين مجبصرين، كل أهل الحارة اشتروا منه ومسطحين ببيوتهم. يكا شو مفكرة؟ ما في غيرنا شحاتين، كل أهل الحارة شحاتين.